عارف يا جماعة، يعني مش عايز اخيب ظنه وخايف يكون الجهاز جاي لي مستعمل او في مشكلة ولا حاجة. انا ما انبسطتش الصراحة، انا ما انبسطتش الصراحة، يعني شكله مش لطيف خالص. ربنا يستر. يا جماعة خبر، يعني مش قادر اقول لكم، اقسم بالله انا شخصيا مستنيه. انا اخيرا يا جدعان هحقق حلم زين ابني بجد، اخيرا الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني هتبقى ردة فعله ايه لما يشوف الهدية اللي كان نفسه فيها؟ كان حلم يا جماعة بيحلم بيه تقريبا بقاله سنة ونص او سنتين تقريبا، ممكن عمال يزن عليا، ولكن اخيرا الحمد لله. واللي هو يا جماعة اقول لكم عليه ولا اسيبها لكم مفاجأة؟ هقول لكم لا خلاص، هقول لا، انا متحمس جدا يا جماعه. انا جبت له بلاي ستيشن 5 وهصور لكم رده فعل زين بقى وهو بيستلمه بقى وهو بيشوفه يا جماعه، وهعمل لكم انبوكسنج وهنشوف. يعني بجد الفيديو ده كملوا للاخر يا جماعه، وما تنساش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس يا جماعه علشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل على طول. واللي ما سمعش اغنيه هات يا جماعه يسمع الاغنيه ويعمل لها شير في كل مكان على السوشيال ميديا. انا عايز اليوتيوب كله يا جماعه والسوشيال ميديا كلها تسمع اغنيه هات. هي دلوقتي وصلت 1,000,000 مشاهده، نفسي بجد والله حلم عندي توصل 2,000,000 و3,000,000 و4,000,000 مشاهده، ولكن يا جماعه الفيديو ده هو المنتظر، الفيديو ده اللي كل الناس مستنياه، وبالاخص زين ابني يا جماعه. حققت له حلمه يا جماعه، وانتوا كمان هتفرحوا معانا بالفيديو، هتشوفوا حاجة عظمة عظمة عظمة. مش هطول عليكم، يلا بينا. اول جزء من المفاجأة يا جماعة وصل فعلا، وهو دراع، لان البلاي ستيشن 5 اصلا بيجي بدراع واحد، فانا طلبت له دراع كمان مع البلاي ستيشن. وتعالوا نكمل بقية المفاجأة، يلا بينا، انا متحمس قوي. انا يا جماعة انا كنت فاكره الدراع بلاي ستيشن كنترولر، بس ما طلعش الدراع، تقريبا طلع البلاي ستيشن، بس مش عارف ايه الباكج دي، يعني فين الكرتونه بتاعت البلاي ستيشن، انا مش عارف. جاي لي في كرتونه انا مش عارف ده ايه ده، بس خليني اشوف. يعني مش عايز اخيب ظنه وخايف يكون الجهاز جاي لي مستعمل او في مشكله ولا حاجه، بس ربنا يستر. تعالوا انا هطلع واعمل له المفاجاه دلوقتي، بس تعالوا نطلع ونشوف. ربنا يستر. مش عارف هل هينبسط بيه فعلا بمنظره ده ولا لا، معرفش. انا زعلان بجد، زعلان، ما كنتش متوقع ان هو هيجي لي بالمنظر ده. شايفين المنظر؟ طالب بلاي ستيشن 5 يجي لي كده. يلا يا زين. زين زين. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب ليه بكرة دايما في كل ثانية. تعالى أوريك. يعني انا شخصيا لسه مش عارف، بس تعالى نشوف سوا. انا ما اعرفش هما جايبينه كده. استنى بس. ها اللحظة المنتظرة.
كلها مبروك يا زين. كل الناس مبروك يا زين. انا مش مصدقه. حلم كان بيحلمه يا جماعه بقاله سنه ونص او سنتين، عمال بيقول لي يا بابا عايز بلاي ستيشن، يا بابا عايز بلاي ستيشن. والحمد لله الحمد لله اخيرا بفضل من ربنا جبته له. يلا بينا نفتح الوحش الكبير. طبعا انا مش عارف ليه مش جايب الكرتونه بتاعته، بس خلينا نشوف، يمكن عشان الكرتونة بتاعته كبيرة قوي. هو يا بابا. بس يا ريت عارفين لو كنا نجيب الكرتونة كنا نقعد نعمل زيهم بقى ونقعد نقرا اللي مكتوب على الكرتون. ورق ما حدش بيهتم بيه. بسم الله بسم الله بسم الله. وصل يا جماعة، وصل وصل يا جماعة، وصل. مش عايز يطلع، مش عايز يطلع. يا جماعة، بلاي ستيشن 5 جديد، زيرو زيرو جديد، 100 100. اهو يا جماعة، الفوا الوش كده. لا عشان هم طلعوا لي الكرتون، هم طلعوا لي الكرتون. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها. ربطنا يا جماعه القاعده. سلام، رايح اشرب ميه عشان انا. وصل يا جماعة، وصل بلاي ستيشن 5. هنوصله دلوقتي ونوريكو شكله ايه. يس. قرب شوية الكرسي يا زين، قرب شوية الكرسي. بلايستيشن 5 بيتحدث، هياخد 4 ساعات. فهنقفل الفيديو النهارده على كده، واستنونا بكره في فيديو تكمله البلايستيشن وهو بيتعمل. ويلا باي باي. انا مستني منك شير ولايك ولا اي حاجه. لا انت لا. مبروك يا حبيبي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر سر هات المايك بقى. يلا باي باي يا زين. الحمد لله يا جماعه، وزي ما انتم شفتوا وشفتوا فرحه زين عامله ازاي. هو ده اللي انا كنت مستنيه الصراحه. هو كان حلمه بقاله سنه ونص او سنتين انه يجيب البلاي ستيشن 5، والحمد لله جبته له. والدراع الصراحه يا جماعه اسطوريه، الدراع اسطوريه والله والله اسطوريه. مسكتها جميله، ويا رب ان شاء الله يشتغل كويس. وهكلم شركه الشحن على موضوع العلبه بتاعه البلاي ستيشن فين، وفي كابل ناقص بتاع الشحن بتاع الدراع ده فين، فين الكابل بتاعه التايب سي
فيه. ما علينا، المهم ان هو الحمد لله فرح بيه. هو الجهاز دلوقتي بيعمل ابديت، طبعا انتوا عارفين النت عندنا في مصر طلقه، فهياخد 4 ساعات او 5 ساعات تقريبا يعمل ابديت. ولكن الحمد لله يا جماعه حققت امنيه زين الحمد لله، وحققت حلمه. المره الجايه هي كندا بقى ان شاء الله ليها حلم برضه باذن الله يا رب، ربنا يقدرني واقدر احققه لها. واحنا دايما بنحبكم يا جماعه كتير 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 على راي كندا. باي باي. نزل استلم دلوقتي بقى يا جماعه الكنترولر بتاع البلاي ستيشن، الدراع التاني اللي انا جبته، بس انا استلمت بلاي ستيشن قبل الكنترولر، فتعالوا نستلمه دلوقتي. وبرده يا جماعه ما طلعش الدراع، طلع الاسطوانه. انا جايب له فيفا 23 يا جماعه، اسطوانه فيفا 23، ابقى اوريها لكم لما نفتحها. ومستني الدراع، ما اعرفش هيجي امتى. بابا يا بابا. يا نعم. تعال ده في بلاوي. قلت لك كم مره انا عايزه اختم اميرات، ما تعبت خلاص منكم من كتر الهات هات 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 هات. ده لسه كمان فستان شنطه وجزمه حلقان، واوعى يا بابا تنسى تنسى تاجل اميرات. يلا يا بابا هات 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 هات. وانا قلت يا بابا كم مره طلباتي مش كتير، هتقول لي ما انا عارف يا حبيبي ان عقلك كبير. انا عايز بس انا بالنسبه لي شاغل بالي هنجيب ده كله منين. تعالى يا بابا نروح معاك المول احنا الاثنين. انا مش قصدي المكان، انا قصدي ده كله بكام يا بابا.